بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، فهنيئًا لنا ولكم ما بلغنا الله وإياكم به هذا الشهر الفضيل المبارك، وبارك الله لنا ولكم في أيامه ولياليه، وجعله شهر خير وبركة على أمة الإسلام، وأعاننا وإياكم وجميع المسلمين فيه على الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل الذي يرضى به عنا وهو أكرم الأكرمين. وبعد، أيها الكرام، فينعقد هذا اللقاء ضمن برنامج رمضان مسائل وأحكام الذي تنظمه مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام. ويأتي في هذا السياق سلسلة من الموضوعات التي تتعلق بهذا الشهر الفضيل. وهذا اللقاء المنعقد في هذا المجلس جاء بعنوان جزء من آية كريمة في سورة البقرة، وهي قول الحق جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فموضوع اللقاء، أيها الأحبة الصائمون، حول شهرنا هذا المرتبط به إنزال القرآن الكريم، والآية تخبر عن ما اصطفى الله تعالى به هذا الزمان وما اختاره به من بين سائر الأزمان. فإن الله جل جلاله يفضل بعض خلقه على بعض، فيفضل بعض الزمان على بعضه وبعض المكان على بعضه، كما فضل سبحانه بعض الأنبياء على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ألا وإن مما اختار الله جل جلاله من الأزمان والشهور شهر رمضان، فجعله شهراً مباركاً، وأودع فيه جل جلاله من الخيرات والبركات والهبات والنفحات ما لا يوجد في غيره من سائر شهور العام. ومن بين هذه الأمور التي اختص الله تعالى بها شهر رمضان إنزال القرآن فيه، إنزال القرآن الكريم فيه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وموضوع هذا المجلس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الحديث عن معنى الآية الكريمة، وثانيها الحديث عن ارتباط القرآن برمضان، وثالثها توصيات عامة. أما معنى الآية، فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الشهر المبارك شهراً اختاره لإنزال القرآن الكريم فيه، فإن القرآن الكريم أنزل في هذا الشهر المبارك وفي ليلة القدر منه على وجه الخصوص. وهذا معنى الآيتين في سورتي الدخان والقدر والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم. والآية المباركة هنا في سورة الدخان هي ليلة القدر، وبها جاء قوله تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فتبين من مجموع الآيات أن الله اختار ليلة القدر في شهر رمضان لإنزال القرآن فيه، فقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دلالة على الشهر الذي نزل فيه القرآن. وأما تحديد الليلة فيه فهي التي جاءت في سورة القدر وسورة الدخان، بتخصيص ليلة القدر تحديداً أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن. ويبقى السؤال بعد ذلك: كيف نجمع بين هذا المعنى وبين معنى قوله تعالى: وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً، وقوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومما هو معلوم من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما زال ينزل عليه الوحي بالقرآن بسوره وآياته على مدى 23 سنة، هي سنوات بعثته، 10 منها بالمدينة و13 سنة منها بمكة. وكان القرآن ينزل عليه آناء الليل وأطراف النهار موزعاً على الوقائع والأحداث، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ والجواب عن ذلك أن نفهم أن القرآن كان له نزولين اثنين، أن القرآن كان له نزولان اثنان. النزول الأول هو النزول جملة واحدة نزل به القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والنزول الآخر هو نزول القرآن مفرقاً ومنجماً وموزعاً ومقسماً على الوقائع والأحداث على مدى 23 سنة، سنوات بعثة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو النزول الأول الذي نزل به القرآن جملة واحدة. جاء هذا المعنى في عبارات عدد من أئمة السلف، كما في أثر ابن عباس وقد رواه عنه السدي وسعيد بن جبير وغيرهم، قال رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة 24 من رمضان، فجعل في بيت العزة. وكذلك قال السدي وقال سعيد بن جبير: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، فجعل في سماء الدنيا. ويروي المفسرون والآئمة المحدثون من حديث واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت، وأنزل القرآن 24 من رمضان. وفي رواية عند الإمام أحمد: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن 24 خلت من رمضان. ومن حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن الزبور أنزل 12 ليلة خلت من رمضان، والإنجيل 18، والباقي كما تقدم. أما الصحف، صحف إبراهيم وتوراة موسى عليه السلام، صحف إبراهيم عليه السلام وتوراة موسى عليه السلام، وإنجيل عيسى عليه السلام، وزبور داود عليه السلام، فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فإنما نزل جملة واحدة ودفعة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي هذا المعنى من غير وجه وطريق عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمقصود ببيت العزة في هذا الأثر هو البيت المعمور الذي يكون في السماء الدنيا، وبه تطوف الملائكة الكرام كما جاء في بعض الآثار عليهم السلام. فهذا المعنى الذي ينجلي به الإشكال حول نزول القرآن المرتبط برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي النزول الجملي دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أما إنزاله بعد ذلك فنزل من القرآن ما نزل بمكة، ونزل بعضه بالمدينة،
ونزل بعضه في الأسفار والغزوات، ونزل بعضه ببدر وأحد وفي غيرها من الوقائع والأحداث، كلما أراد الله أن ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا معنى الآية أيها الكرام. أما المحور الثاني وهو الحديث عن ارتباط رمضان بالقرآن، فينبغي أن نعلم معشر الصائمين أنه قد أظلنا شهر كريم مبارك هو شهر رمضان، وهو شهر موصوف بالبركة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، قال يبشر أصحابه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء، وفيه تغلق أبواب الجحيم، وفيه تغل مردة الشياطين، لله فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. فهو شهر مبارك كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بركات هذا الشهر المبارك أنه ارتبط بالقرآن، وارتباط القرآن أيها الصائمون بشهركم هذا شهر رمضان يأتي على نوعين، أحدهما قدري والثاني شرعي. أما الكوني القدري فهو الذي تقدم قبل قليل أن الله اصطفى هذا الشهر واختاره من بين شهور العام لإنزال القرآن فيه، وهذا الاصطفاء الإلهي والاختيار الرباني يدل على معنى في هذا الشهر ليس في غيره، وهي بركة حلت به ولا ريب. أما الارتباط الشرعي للقرآن برمضان فهو هدي الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وحياته التي عاش بها القرآن في رمضان في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وتمثل ذلك في جملة من أنواع الهدي النبوي، منها ما يلي: أولاً، ارتبط القيام في رمضان بالقرآن ارتباطاً مخصوصاً، أما إن قيام الليل سائر العام محمود وعمل مبارك وأجر عظيم، وفي قيام الليل من المثوبة والأجر والحسنات والبركات ما استوفته النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومنها قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومنها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقوله سبحانه في الثناء على أهل الجنة بما أعد الله لهم من النزل قال سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وفي غيرها من النصوص الشرعية الكثيرة التي بيّنت فضل قيام الليل وعظيم أجره وثوابه عند أكرم الأكرمين. لكن إذا جاء رمضان كان لقيام الليل فيه خصوصية، وكان له فوق كل ذلك الثواب والأجر والفضيلة فضيلة أخرى، لأنه قيام الليل في رمضان على وجه الخصوص. كلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فارتبط القرآن برمضان في قيام جعل له من الثواب أن تفتح له أبواب المغفرة، ليصيب الصائم مغفرة الله بالصيام في النهار في رمضان، ويصيب مغفرة الله بالقيام في الليل في رمضان، فلا تخطئه أبواب المغفرة ليلا ولا نهارا، فهو بالنهار صائم وبالليل قائم.
وكان قيامه الليل بالقرآن سبباً لهذا الأجر وذلك الفضل والثواب. اعلموا أمة الإسلام أنه لما كان الزمان زماناً فاضلاً وكان الشهر مرتبطاً بالقرآن، كان القيام بالقرآن في لياليه أيضاً مخصوصاً بفضل ليس في غيره من أيام العام. فمن قام رمضان وجد كل الأجر والثواب الذي يوجد في نصوص جاءت ببيان فضيلة قيام رمضان، ببيان فضيلة قيام الليل، لكنه في رمضان يصيب هذا الأجر المخصوص من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الأمر الآخر المتمثل في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعنايته بالقرآن في رمضان، فهو أيضاً ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل على القرآن في رمضان ويعتني به، ويكون له معه شأن عظيم، ليس لأنه صلى الله عليه وسلم كان منصرفاً عن القرآن في غير رمضان، فحاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتلذذ بكتاب ربه ومناجاته ولذيذ ما أودع الله في القرآن من العظات والعبر والمعاني والأحكام، لكنه مع ذلك كان له في رمضان شأن آخر مع القرآن تمثل في مدارسته القرآن مع جبريل عليه السلام. واسمع رعاك الله إلى وصف الصحب الكرام رضي الله عنهم هذا الهدي النبوي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يكرمه الله بمدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام، يلقاه أمين الوحي جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، ومعنى يدارسه أن يقرأ ويعرض عليه ويسمع منه. فلك أن تتخيل لقاء هذين العظيمين، جبريل عليه السلام عظيم الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فيلتقي العظيمان على أمر عظيم في زمان عظيم مبارك. وفيه من الدلالة ما لا يخفى على أن الله جل جلاله لما أراد هذا الأمر وقدره سبحانه وتعالى كان ذلك دلالة على ارتباط هذا الزمان الفاضل بهذا القرآن المبارك، ويكون للقرآن فيه شأن عظيم، فإذا أقبلت عليه القلوب وتوجهت إليه النفوس المؤمنة أصابت من خيرات القرآن وبركاته، ومما أودع الله فيه من المعاني والآيات ما يراد لأمة الإسلام أن تصيبه في رمضان. ومن معالم ارتباط الهدي النبوي بالقرآن في رمضان أيها الصائمون أن نربط بين معنى القرآن في رمضان وبين معنى المقصد الأعظم الذي من أجله شرع الصيام في رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يريد الله منا أن نصوم لنحقق تقواه سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. والتقوى ليست بالأمر اليسير ولا بالدرجة التي ينالها كل عبد، لكنه العبد الذي ألزم نفسه حدود الله وأدى ما افترض الله وسارع إلى مرضات الله. العبد التقي، العبد الذي صفت له حياته عن كل ما يسخط الله فجاهدها ووقف عندها فاتقى سخط الله وعذابه وأتى على الفرائض والواجبات فاستوفاها. التقي عبد أصلح ما بينه وبين الله. التقوى درجة يبلغها أولياء الله، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم الأتقياء الذين ينالون ولاية الله، تلك الولاية التي تعني اختصاصاً
من الرب الكريم سبحانه وتعالى بعناية عبده وبتولي أمره وكفاية همه. فمن لك عبد الله إذا تولاك الله؟ من لك بشيء ينقصك في الحياة أو هم يبقى محيطا بك والله قد تولاك؟ ولاية الله إنما يبلغها العباد الأتقياء. يأتي الصوم معشر الصائمين في رمضان ليأخذ بأيدينا إلى هذا المعنى الكبير: لعلكم تتقون. هذه التقوى التي يقودنا إليها الصيام بالنهار في رمضان يؤازره فيه معنى القيام بالقرآن في رمضان. ارتبط الصيام والقرآن ارتباطا وثيقا. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصوم: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هل لك أن تأتي عبد الله يوم أن تلقى الله بصيام ملأت به نهارك في رمضان، وبقرآن ملأت به قيام الليل في رمضان، فتظفر بشفيعين لك عند الله يوم أن تلقاه؟ خذ ما أردت من الشفاعات فأنت بحاجة لها غدا، يوم يحتاج المرء إلى مثقال الذرة من الخير والحسنة، ويخاف من مثقال الذر من الشر الذي قد تثقل به كفة السيئات. الشفاعات التي يقدم بها العبد على ربه يلقى بها ربا كريما عظيما سبحانه وتعالى. فالتوصيات التي نختم بها اللقاء أيها الكرام: أن يكون لنا مزيد عناية مع القرآن في رمضان، أن نتأسى بهدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون لنا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة، وهو الذي قد اعتنى بالقرآن في رمضان، أن يكون لنا تعظيم لهذا الشهر الذي عظمه الله بالقرآن فنعظمه نحن أيضا بالقرآن، ليكون القرآن شاغل أوقاتنا في رمضان ليلها ونهارها، أن يكون القرآن جليس أحدنا وصاحبه وأنيسه إن قام وإن قعد، أن يكون القرآن مما تثقل به كفة أعمالنا وتمتلئ به صحائفنا، فنكون مع القرآن في رمضان خير ما يعيشه عبد في دنياه، أن يكون ورد أحدنا كل يوم من القرآن يجعله مرتبطا به فيتم ما شاء الله له أن يتمه من القرآن، أن يكون قراءة أحدنا للقرآن في رمضان يعتني فيها تمام العناية بتصحيح التلاوة واستقامة اللسان وقراءة القرآن كما أنزل، وأن يكون له بذلك تعاهد سليم وتصويب سديد يجلس فيه مع واحد من القراء وحفظة القرآن، يصوب له قراءته ويقوم له لسانه فيقرأ القرآن كما يحب الله أن يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. كلام الله أجل خطاب طرق سمع البشر، كلام الله أعظم كلام وعته قلوبهم وآذانهم، كلام الله جل جلاله ينبغي أن يكون محل عناية وإجلال وتعظيم. كلام الله أعظم من خطابات الملوك وعبارات الأدباء وكلام الشعراء، وإذا عظم الناس شيئا من كلام البشر لجماله أو روعته أو لعظمة المتحدث به، فكلام ربنا جل جلاله أعظم تعظيما وأجل إجلالا. ألا وإن من تعظيمنا لكلام الله سبحانه وتعالى أن تكون قراءتنا له قراءة حسنة صحيحة سليمة نجاهد فيه أنفسنا، ولا يعتذر أحدنا بتأخر تعلمه لقراءة القرآن أو بصعوبة قراءته للقرآن، فكلنا من أقبل على القرآن كلنا فائز ذو أجر حظي بكرامة، لما لا وهو مقبل على كتاب الله الكريم. في الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن
مع السفرة الكرام البررة الذي آتاه الله الحذق بقراءة القرآن ومهر فيه، هذا قد بلغ الدرجات العلى. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هو ليس محروما إذن، لكنه أن يجلس أمام أستاذ وقارئ وشيخ وحافظ فيصوب له قراءته فيرده مرة وثانية، لا تتبرم نفسه ولا تنزعج ولا تضيق ولو رده 100 مرة، لأنه يصوب كلام ملك الملوك وأحكم الحاكمين ورب العالمين وإله الأولين والآخرين، فيعيد الكلمة ويكرر الآية، يصوبها يسددها يصححها حتى يستقيم به لسانه. مثل هذا لا يزال ينغمس في أجرين، أجر التلاوة وأجر المشقة التي ما زال يعاني منها، والله يريد إكرامه جل جلاله. أما أجر التلاوة فهو الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما يريد إلا إغراءنا صلوات الله وسلامه عليه للإقبال على القرآن الكريم والاستكثار منه والانكباب على تلاوته وتعاهده. ألا وإن من تعظيم الله أيها الصائمون لكتاب الله الكريم أن تكون قراءتنا المصحوبة بمجاهدة في تصحيح التلاوة واستقامة اللسان وصواب القراءة، أن تكون مصحوبة بإحضار العقل والفكر والفهم فيما نقرأ من كلام الله. يقول الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصد من إنزال القرآن تدبره يا أمة القرآن، وأن يكون عيشنا مع القرآن ليس مجرد تلاوة لآياته وسوره دون عناية بمعانيه. في القرآن أودع الله النور والهدى، في القرآن جعل الله الشفاء والرحمة، في القرآن جعل الله البركة والموعظة، في القرآن جعل الله النور والروح التي تسري في حياتنا. لكن كل تلك المعاني لا يمكن أن نبلغها ولا أن نصل إليها وقد أغلقنا نوافذ قلوبنا وأبوابها عن هذه المعاني العظام. افتحوا أبواب القلب قبل أن تفتحوا صفحات المصحف. إذا جلس أحدكم مع القرآن واستعاذ بالله وأراد أن ينطلق في سورة وآية فيتم حزبا أو جزءا أو ختمة، اجعل نصب عينيك عبد الله هو أن تبلغ هذه المعاني العظام. لا يكن همك أن تبلغ آخر السورة وآخر الختمة وأن تنصرف شارد الذهن، لا تكاد تقف على معنى يهز القلب، ولا على نعيم الجنة يشتاق لها الفؤاد، ولا على وعيد النار يقشعر لها البدن، ولا عن قصص الأنبياء والأمم السابقة التي تفيد الاتعاظ والادكار والاعتبار. ما أنزل الله القرآن ليكون صحفاً تتلى وآيات نسرع في هذها وهذرمتها لا يكون للقلب فيها نصيب أبداً. إنما أنزل القرآن لتصلح به الحياة. أو ما تأملتم في دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. كيف يكون القرآن ربيعاً للقلوب؟ ما الربيع إلا الأمطار والخضرة ونضج الثمر وجريان الأنهار ومتعة الحياة؟ هكذا هو القرآن للقلوب سيكون ربيعها. إذا نزل غيثه فسقت أرضها، إذا أزهرت ثمارها، إذا أينعت واخضرت، إذا جرت أنهارها، سيكون القرآن ربيعا لقلوبنا. يجد أحدنا العيش بنعيم القرآن حقيقة إذا حرك قلبه بمعاني القرآن، فعندئذ يأتي على قصور في حياته فيعالجه،
وعلى خلل فيقومه، وعلى تقصير فيسدده، ويأتي أيضا على عيوب نفسه فيصلحها، على آفات أخلاقه فيسمو بها، عندئذ صدقا سيكون القرآن ربيعا لقلوبنا. ألا وإن من تعظيم كلام الله أيها الصائمون في رمضان أن يكون له في أوقاتنا من ليلها ونهارها حظا أوفر ومتسعا أوسع من الأوقات نقضيها مع القرآن. اطلبوا أبواب الرحمة في جوف كتاب الله جل جلاله. القارئ للقرآن منغمس في رحمات، والمستمع للقرآن يصيب أيضا من تلك الرحمات. والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تنال رحمة الله ولو بالاستماع والإنصات إلى القرآن، فكيف إذا قرأت؟ ونلت مع السماع أجر القراءة، فكيف إذا تدبرت وأحييت قلبك بمعاني القرآن؟ من عاش بروحه وقلبه وفؤاده مع القرآن في رمضان فذاك الذي يرجى أن يكون له رمضان حقيقة منعطفا في حياته يغير بها مسيرها نحو الأفضل والأكمل، وأن يكون له مع القرآن في رمضان منطلقا يعيش به سعادة لا شقاء بعدها. أيها الكرام، ومما يختم به هذا المجلس أن يقال: إذا صدقنا العزم أن نقبل على القرآن في رمضان، وإذا صحت منا الهمة أن يكون لنا مع القرآن متعة وسعادة عيش في أيام رمضان، وأن يكون منطلقنا في صحبة صادقة مع القرآن من خلال رمضان، فالمرجو هو أن لا يكون هذا منحصرا في رمضان، ليكن القرآن في رمضان نقطة انطلاق، محطة انطلاق نربط بها علاقة صادقة مع القرآن، لا أن يكون موسما ينتهي بانتهائه كل ما يربطنا من هذه المعاني العظيمة بالقرآن في أيام رمضان. اصدقوا الله يصدقكم الله، ومن طرق باب الله وجد كريم عطاياه. أيها الصائمون الكرام، الزمان مبارك والقرآن مبارك، وهذا البلد الحرام مبارك، فاجتمعت لكم البركات التي لا تتأتى لمثلكم اليوم، فاحمدوا الله على ما أنتم فيه، ثم اغتنموا من هذه البركات إلى غاية ما وفقكم الله لاغتنامه، واعلموا أنكم تتعاملون مع رب كريم سبحانه وتعالى، عظيم جل جلاله، واسع الفضل، لا يرد عبدا ولا يخيب سائلا ولا يحرم راجيا. فاطلبوا ما عند الله بفضله وكرمه، وأقبلوا على مأدبة القرآن، فإنها والله خير مأدبة يجلس عليها إنسان. ومن عاش حياته مع القرآن عاش سعيدا ومات حميدا، ولقي الله جل جلاله يوم القيامة في أرقى المراتب وأعلى الجنان. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظروا كيف سيتسابق أهل القرآن يوم القيامة، كيف سيتنافسون في هذا الصعود على مرأى الخلائق وعلى مسمع كل من جمع الله في ذلك المحشر، وهو تكريم عظيم يليق بمن عاش حياته مع القرآن. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى،
واكتبنا إلهي في من قام به وتلاه حق تلاوته يا أكرم الأكرمين. اللهم أحيي بالقرآن قلوبنا، وصحح به عقائدنا، وقوم به ألسنتنا، وسدد به أقوالنا وأعمالنا، وثقل به موازيننا. اللهم إنا نسألك من الخيرات كلها عاجلها وآجلها، ونعوذ بك من الشرور والآفات كلها عاجلها وآجلها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل رمضان شهر خير وبركة علينا وعلى كل أمة الإسلام يا رب العالمين. وارزقنا إلهي من بركات هذا الشهر في حياتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقواتنا وأرزاقنا وسائر أمورنا ما تكرمنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين. اللهم أصلح له النية والبطانة والقول والعمل، ووفقه يا رب لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم من أرادنا وأمننا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وارفع درجاتهم في عليين. اللهم كفر سيئاتهم وضاعف حسناتهم، وأعلي في الجنان مساكنهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.